غيرت فكرك وزودت واحد قدام ونزلت أوباما وما لعبها حصل شغل فابتدى الدنيا تتنشط. ولكن هل هيتم يا كابتن الاعتماد على سيف الجزيري على طول؟ لا طبعا. ولا هل الزمالك هيبقى في احتياج في يناير لازم يجيب راس حرب؟ هو في المكنولي ده دوت اسمه ايه سامسون اللي هو بتاع بنين برضه مصاب يعني ده برضه راس حربة. في عندنا راس حربة رؤوس حربة في قطاع الناشئين كويسين يعني منهم حسام اشرف النهارده لعب. حسام اشرف لعيب كويس قوي يا كابتن على فكره هو لو خد ماتشات كويس بس هو بس عايز يعني ينشف شويه هو لعيب كويس مش وحش طبعا فانت عندك فيه يعني في عندك بس هو طبعا مش الراجل بيحب لما يجي لاعب ولد صغير بيحب يديله الوقت المناسب ويلعبوا في الوقت المناسب. انت طلع يا كابتن ما هو السنه اللي فاتت الزمالك طلع اللعيبه دي كلها وبقت نجوم وتم الاعتماد عليهم كله. حسام عبد المجيد دلوقتي بقى منتخب مصر الاول والاولمبي وكمان في حتت كتير يعني فاهم يعني ما خافش النهارده لو بصيت الدكه اللي بره كلها تحت السن يعني كلهم صغيرين. ودي يعني حاجه كويسه النهارده في حاتم سكر وفي بيسو يعني زودهم بقى على سيف فاروق جعفر يعني الدكه فعلا كلها صغيرين ما شاء الله. فعايزين نقول يعني برضه ايه عايزين نقول ان دي بدايه ولسه ثالث ماتش في الدوري مش كده كابتن؟ هو كده الزمالك لعب اربع ماتشات الدوري لسه يعني ان شاء الله بدري وربنا يسهل. ولو في اي اخطاء الراجل اكيد مش راجل من المدربين الممتازين وعارف شغله اكيد عارف ان في اخطاء وهيحلها واكيد ما شاء الله دلوقتي يا كابتن يعني الدوري وترتيب الدوري دلوقتي الواحد اللي يبص في ناس هتتفاجئ لما تبص تلاقي غزل المحله يعني ادي ترتيب الدوري غزل المحله في المركز الاول 10 نقاط يعني كسبان 3 ماتشات ومتعادل ماتش حاجه تتحسب طبعا لغزل المحله يمكن اول مره مش عارف كانوا بيقولوا من 50 سنه فاتوا او حاجه زي كده ان هم كسبوا اول 3 ماتشات وتعادلوا ماتش فيوتشر 10 نقاط وان كان يعني ان كان رايي الشخصي ان مش ده فيوتشر بتاع السنه اللي فاتت خالص ولكن قادر ان هو يعني موجود ب 10 بونت. الاهلي في المركز الثالث العلامه الكامله 3 ماتشات ب 9 نقاط الاتحاد السكندري 9 نقاط ولكن من 4 ماتشات طبعا بعد ما خسرته من غزل المحله امبارح. الزمالك 4 ماتشات عنده 8 بونت خسر 4 بونت 2 من انبي الماتش اللي فات و2 النهارده قدام المصري. بيراميدز 8 نقاط فاركو 6 نقاط البنك الاهلي 5 نقاط وطبعا في تغيير في الجهاز الفني للبنك الاهلي وطبعا تم يعني يعني تم توجيه الشكر للكابتن لا على فكره وتم توجيه الشكر للكابتن ايهاب النادي المصري بس لا كابتن ايهاب يعني هو بص كلام مش رسمي يعني لا مش يعني في كلام يعني ناس بتقول وناس بس رسمي ما فيش لا رسمي هم خدوا قرار ده يعني اللي سمعته يعني. النادي المصري 5 نقاط في المركز التاسع نص الثاني من الجدول انبي في المركز العاشر 5 نقاط طلائع الجيش 4 نقاط والمقاولين العرب مركز ال 12 3 نقاط طبعا من 3 تعادلات سيراميكا كليوباترا لسه مش هو سيراميكا بتاع السنه اللي فاتت 3 نقاط اسوان النهارده بقى 3 نقاط بعد الفوز الاول طبعا وعمل مباراه كويسه جدا يعني سموحه نقطتين من 3 مباريات هنشوف الاوضاع دلوقتي اخبارها ايه بعد رجوع الباشمهندس فرج الاسماعيلي مبروك نقاط طبعا مبروك الف مبروك الاسماعيلي نقطه واحده حرس الحدود نقطه واحده واخيرا الداخليه نقطه واحده ده كان ترتيب الجدول.